الله يمسيكم بالخير. حابب نعمل تجربة بسيطة مع بعض. رح أطلب منكم طلب بسيط، يا ريت توقفوا. رح أذكر أسماء مهن وظائف، بتمنى منكم لو سمعتوا اسم مهنة أو وظيفة تشتغلوا فيها حالياً، أو حتى ممكن تكون وظيفتكم المستقبلية في حال كنتوا طلبة، فياريت تقعدوا لما تسمعوا اسم هاي المهنة. مقدم خدمات صحية، طبيب، ممرض، علاج طبيعي، أشعة، مهندس، سواء كان معماري أو مدني، مصمم ديكور، أو حتى مطور برمجيات، مدرس، سواء كنت مدرس في مدرسة أو جامعة أو حتى مركز تدريبي، موظف إداري، سواء كنت بتشتغل في التنفيذ أو التخطيط أو حتى بناء الاستراتيجيات، وأخيراً بزنس، سواء كنت بتملك شركة أو بتقدم خدمات لشركات أو حتى فريلانسر. ذكرت 5 مجالات من المهن والوظائف، وزي ما كلنا ملاحظين من أصل 100 شخص اليوم موجودين معنا اللي لسه واقفين عدد بسيط جداً. اليوم جاي أشارك تجربتي معاكم، وبتمنى في نهاية خطابي تكونوا شفتوا تجربة يمكن شوي مختلفة أو نظرة غير تقليدية للوظائف والفرص. من لما كنت طفل صغير كنت كتير بحب الكمبيوتر والإنترنت والتقنية، حتى أمي كانت تحكي لي يا ابني سيبك من الكلام الفاضي، قوم أدرس، خليك تصير دكتور. اسمي نائل، درست وتخرجت من كلية الطب. بنهاية أول سنة في الكلية انضميت لمجتمع طبي طلابي، وكنت بلاحظ شغلتين. الشغلة الأولى إنه مجرد وجودي في كلية الطب كان بيعطيني نوع من المصداقية والموثوقية إني أحكي في الصحة، والشغلة الثانية إنه في فجوة كتير كبيرة بين اللي أنا بعرفه طالب طب لسه في سنة أولى بيعرف شوية معلومات طبية وبين الشخص العادي. كنت بلاحظ قديش إنه معلومة صغيرة ممكن أحكيها لشخص تحسن من حياته أو حتى تحميه من مرض. وفي لحظة التأمل أدركت أنه أنا لسه محتاج كمان 6 سنوات عشان أتخرج. أنا كنت في دفعة فيها 1000 طالب، وطبيعي في نهاية الكلية كلنا رح نتخرج ورح نصير دكاترة، ولكن أنا قررت أستغل هاي الفترة بحيث أنه ما أتخرج بس بشهادة الطب. بسبب الفجوة اللي ذكرتها وحبي للتقنية لاحظت أنه في فرصة كتير كبيرة في تعلم التسويق الرقمي، وفعلاً بدأت بتعلم التسويق الرقمي إلى جانب الطب. خلصوا 6 سنوات، تخرجت وصرت دكتور، وكمان تخرجت بكمية كبيرة من المهارات غير الطبية. لاحقاً في 2019 ولحبي للتسويق الرقمي أنهيت درجة الماجستير في التسويق الرقمي، وفي نهاية عام 2020 أنهيت ماجستير الثاني في تحليل البيانات الطبية والذكاء الاصطناعي من لندن. أي حد ممكن يسألني ويحكي لي نائل شو علاقة الطب بالتسويق الرقمي بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات؟ والصراحة عندكم حق، أنا لما أنظر لنفسي بعين الشخص الغريب بستغرب، وأول انطباع ممكن يجيني إنه نائل هذا مش عارف شو بده، تايه أو حتى لسه بيدور على بوصلته ومساره المهني. شعور هذا شعور طبيعي في بداية المسيرة المهنية، وإطلاقاً مش مفروض أي شخص يحس بضغط إنه بيحاول يستكشف مسارات المهنية، لأنه ببساطة الإشي هذا ممكن يأثر على صحته وسعادته لعشرات السنوات في المستقبل. الشعور هذا شعور صحي، فكرة إنه الإنسان يطور من مساره المهني إشي طبيعي، لأنه ببساطة رحلة الإنسان في التعلم ما بتنتهي إلا لما يخلص العمر. زي ما قلت من شوية، ناس كتير كانت تتساءل، بس برضو في ناس كانت ردود أفعالها يمكن شوية سلبية، نظرة استنكار، استغراب، أحيانا نظرة تعاطف في غير محله. ردود أفعالنا مبنية على إدراكنا لفكرة المهنة والوظيفة والتخصص. بنشوف الدكتور هو الشخص اللي لابس بالطو أبيض وحاطط سماعة، وأي صورة بتخالف هاي الصورة فالشخص هذا مش دكتور. المهندس اللي ما بيعرف ينزل ويندوز هو مش مهندس، والفريلانسر اللي ممكن يكون بيدخل أكثر من كتير من الناس، ناس كتير بتشوفه شخص بيضيع وقت على الإنترنت. مع وجود سلام نفسي نسبي عندي
بينه اللي بعمله بيناسبني وبيخليني سعيد، ولكن دائما كنت بسمع صوت جوايا نائل متأكد إنه اللي بتعمله صح. كنت بسمع هذا الصوت مع كل نظرة كانت أحيانا تزرع الشك بنفسي وبخياراتي. كان هذا هو الوضع لحد ما دخلت ماجستير الثاني تحليل البيانات الطبية والذكاء الاصطناعي. ولاحظت شغلة، أنا ما كنت الطبيب الوحيد، بالعكس كان في 4 أطباء بريطانيين غيري. طب أحكي لكم أكثر من هيك، كان في معانا ناس معاها درجة دكتوراه ودراسات متخصصة ما بعد الدكتوراه وجايين يعملوا ماجستير. إحنا بنتكلم عن نمط غير تقليدي، الإشي هذا إطلاقاً مش شائع. في هاي اللحظة إجاني هيك شعور اطمئنان إنه الحمد لله أنا يعني مش مجنون. اليوم أنا جاي أحكي عن الناس اللي بتسلك مسارات غير تقليدية في شغلها وفي حياتها، جاي أحكي عن الناس اللي بتحاول تطلع من قوقعة النمطية اللي حشرها فيها المجتمع. تتذكروا التجربة اللي عملناها في بداية الخطاب؟ تثبت شغلة بسيطة وهي إنه الناس بتتشابه، الناس موجودة في دوائر وكلها بتتنافس على نفس الفرص. يعني ببساطة لو طلعت على الشخص اللي جنبك فهو غالباً دكتور أو مهندس أو مدرس، ولكن من واقع تجربتي لاحظت إنه في فرص كتير كبيرة مش في الدوائر في حد ذاتها ولكن في التقاطعات اللي ما بينها. الصدارة والتميز بتكون لشخص بيقدر يستورد معرفة ومهارات من مجال ويسخرها ليستفيد في مجال تاني، وبالعكس ممكن الشخص هذا يبتكر إشي تماماً جديد. بتذكر بعد تخرجي مباشرة اشتغلت في مركز لتصحيح الإبصار، لو تسمعوا عن عمليات الليزك والفيمتو ليزك وغيرهم، وكان هذا المركز بيعطي نسبة مالية معينة من قيمة العملية لكل طبيب بيجيب المرضى تبعينه على المركز. كنت بلاحظ إنه الدكاترة كبار 40-50 سنة، أساتذة جامعات وناس معروفة، بس برضو كنت بلاحظ إنه في فجوة كتير كبيرة في وصول المعلومة الصح للمريض. ويمكن لأنه كان صعب أنافس ناس إلها اسم وصيت، اللي عملته ببساطة أنه أنا عملت موقع إلكتروني بسيط وبدأت فعلاً أكتب فيه كل اللي بشوفه، أسئلة المرضى اللي بتتردد وبتتكرر كل يوم. الموقع الصغير هذا كان له حجم تأثير غريب لدرجة أنه بتذكر مرة مرضى إجوا من بلد على بلد تانية عشان يعملوا عملية. تخيلوا معي شخص بيحجز تذكرة طيران وبيسافر من بلد لبلد عشان يعمل عملية حساسة بعينه بناء على شوية كلام قرأوا على الإنترنت. فكرة مجنونة. تقاطعات العلوم كتير فادتني بشغلي. دراستي لعلم النفس في كلية الطب خلاني أفهم سلوكيات الاستهلاك في التسويق بعمق، كيف المستهلك بيقرر وبناء على شو بيقارن بين الخدمات والمنتجات وشو الأفكار والمشاعر اللي مرتبطة بالاستهلاك، كيف إنه العلامات التجارية ما بتبيعك خدمة أو منتج، هي بتبيعك تجربة، وكيف إنه فنجان قهوة من علامة تجارية فاخرة ممكن يعني صك انتماء لطبقة اجتماعية معينة مش مجرد مشروب. نفس التقاطعات بالإضافة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ساعدتني بإنه أحول فكرة يمكن فيها شوية إبداع لإشي مفيد للناس. تطبيق موبايل بسيط تدخل عليه تحكي له إنه والله عندي صداع، عندي ألم في البطن أو أي نوع من الأعراض، تطبيق بيحاول يأخذ الأسئلة هاي ويطور نماذج مبنية على الذكاء الاصطناعي عشان يتوقع شو المشاكل اللي ممكن تكون عندك. إحنا بنحكي عن تقريباً 3000 مرض، أكثر من 20,000 عرض وحوالي 150,000 نقطة بيانات، كمية الاحتمالات لا محدودة. إطلاقاً ما بحكي إنه التطبيق بيشخص أو حتى بيستبدل عمل الطبيب، هو مجرد محاولة إنه المريض يوصل للمعلومات بأمان وسرعة وتجربة مخصصة. إنه يكون عندك علوم ومعارف في مناطق التقاطعات بيخلي منظورك لكل إشي فريد. الوصول لهي المناطق مش إشي صعب وبرضه مش إشي سهل، هو زي أي إشي في الدنيا محتاج صبر وإصرار ومثابرة. ما تفهموني غلط، إطلاقاً ما بحكي إنه مفروض تدرس أكثر من تخصص عشان تتميز، لا بالعكس، لو إحنا بدنا نحصي كمية العلماء اللي عملوا فتوحات وإنجازات في العلوم بالتركيز على مجال واحد مش رح نخلص. السير دكتور مجدي يعقوب جراح قلب مشهور جداً وتم تكريمه في منصات عالمية في بريطانيا ومصر ودول مختلفة. دكتور أحمد زويل حاز على جائزة نوبل بتركيزه
على علم كيمياء الفيمتو وغيرهم كتير. وجودي هنا كمان دعوة للتخصص مش للتشتت، ولكن بحاول أسلط الضوء على التخصص في مناطق التقاطعات مش الدوائر. اليوم أنا جاي أحكي عن الناس اللي زيي، وهذا الطرح هدفه إنه أحكي لكل شخص بيحاول يعمل إشي مختلف إنه الإشي اللي بتعمله أو بتعمليه مش بالضرورة يكون توهان، لا بالعكس، ممكن يكون باب من أبواب التحدي، ممكن يفتح لك فضاءات من التميز. راح أحلل هاي الظاهرة من منظور تسويقي وتجاري. إحنا اليوم موجودين في أسواق عمل ضخمة وكتير مختلفة عن شكل أسواق العمل قبل 20 أو 30 سنة. وجودك في مناطق التقاطعات بيضمن إنه أنت تحصل فرص كتير كبيرة. بتعرفوا ليش؟ لأنه الشركات والحكومات والدول عشان تضمن تقدمها وريادتها وحتى يمكن هيمنتها بتدور على ناس تساعدها في الإبداع، مش في صناعات الحاضر ولكن في صناعات المستقبل، واللي هي في الحقيقة مبنية على التقاطعات اللي بنحكي فيها. صناعات الفضاء على سبيل المثال هي عبارة عن مزيج بين الفيزياء، الجيولوجيا، الهندسة والتكنولوجيا وأشياء مختلفة. في كتير مهندسين، ولكن قلة قليلة هم المهندسين اللي ممكن يكونوا بيشتغلوا في الذكاء الاصطناعي. في كمان كتير أطباء، بس عدد محدود هم الأطباء اللي ممكن يطوروا خوارزميات لتشخيص أمراض معينة. طيب في كتير برضو محاسبين، بس مين بيدمج المعرفة المحاسبية بالتقنيات الرقمية عشان يخلي العمليات اليومية أكثر دقة وتنظيم مع قدرات على توقع الأرباح والخسائر؟ في ناس كتير تتخرج من كلية إدارة الأعمال، بس مين بيشتغل في ذكاء الأعمال؟ زي ما فيسبوك بيطلع لك الإعلان الصح في الوقت الصح عشان تضغط وتشتري وهو يربح، زي ما تيك توك فيديوهات بسيطة ومحدودة بيفهم ذوقك ويبدأ يرشح لك محتوى أكثر عشان تدمن تقضي ساعات أكثر ويربي عندك عادة استهلاك بتدير عليه هو أرباح، زي ما شركات زي كريم ممكن يتوقع إنه كمان ساعتين ثلاثة مفترق السرايا حيكون زحمة، وبناء على هيك يبدأ يوجه السائقين لطرق أقل ازدحام. تعرفوا ليش؟ عشان يوفر وقت السائقين، والأهم من هيك عشان أنت كمستهلك تحس براحة أكثر، فأنت تصير عميل عنده ولاء وبالتالي ربحية الشركة بتزيد. العالم بيتغير وبيتطور، والشكل التقليدي للعمل والصناعات بدأ يختفي وتظهر مكانه صناعات جديدة يمكن راح توصلنا لشكل حياة في المستقبل كتير بيختلف عن شكل الحياة اللي بنعيشها اليوم. خلال هالدقائق البسيطة اللي كنت حكيت فيها، المجتمع العلمي حيكون نشر أكثر من 100 ورقة علمية بحثية. صحيح إنه حجم المعارف والعلوم اليوم أضخم بكتير من الزمانات، ولكن علماء كتير برضو زي الرازي وابن سينا ونيوتن جليل وجليلي وغيرهم قدروا يدمجوا بين هاي العلوم ويبدعوا، كانوا متخصصين في الكيمياء، الفيزياء، الهندسة وحتى الفلسفة. وهذا بيأكد إنه الإنسان قادر يدمج ويبدع، وبيأكد كمان إنه جزء من التميز مرتبط بقدرة الإنسان على التعامل مع العلوم على شكل تقاطعات مش دوائر منعزلة. العلوم المختلفة مش خطوط متوازية لا تلتقي، لا بالعكس، العلوم تتقاطع، والتقاطعات الصغيرة اليوم بتصير دوائر كبيرة في المستقبل. ولو رجعنا خطوة للوراء وتأملنا كل إشي أنتج الإنسان عبر العصور المختلفة راح نلاحظ إنه هو نسيج متجانس مكون من آلاف التقاطعات المعرفية. شكرا.